طيب احنا الان في الفيرست اوردر لوجيك اخذنا البيسكس بتاعت الفيرست اوردر لوجيكس الانترودكشن، واخذنا كونديشنال ستيتمنتس نيجيشن كونتربوزيتيف والى اخره. هلا بس كل ده كله كنا احنا نتعامل مع اللي بنسميه يعني وان كوانتيفاير، يعني الجمله فيها بس فور اول وحده او ذير اكزيست، بس ما تعاملناش انه اليك في اكثر من فور اول واكثر من ذير اكزيست بنفس الجمله. فبدنا ناخذ المالتيبل كوانتيفايرز. اوكي، ناخذ المالتيبل كوانتيفايرز اول شيء. هل في عندي امثله؟ هاتوا نقول شو معنات هاي اول واحد. For all x there exists y و x loves y. طلع نيجي نتطلع بنقول هاي عندنا بريديكيت نقراها x loves y. طب قديش x؟ كم x؟ كلهم ولا بعضهم؟ انا يعني هاي x المحب، x المحب، y المحبوب. هلا فانت بدك تتكلم عن اللي بحب واللي مع واللي بنحب، فبنقول فور الاكس الى فور اول، يعني بنقول كل اللي بحبه كلهم هم بحبوا قديش، او سوري يعني سوري غلط اقول كل اللي بحب، يعني اي واحد بحب، اي واحد بحب لما بحب بحب قديش بعض، يعني every one loves this someone. مزبوط. إذا في أسئلة سألوني. Everyone loves أو everything loves something. أو بقدر أقول each thing love، طبعاً هون قلت thing لأني مش معرف تنتمي لأنو دومين، مش every person، يعني حطيت thing أنا بشكل عام للاختصار. Each thing loves some or more things، one or more things، هيك معناها. طيب هاي كديش X اللي بحب، يعني اللي بحب كل الناس بتحب ولا بعض، ولا او يعني كل الناس بتحب ولا بعض الناس بتحب بعض. طب قديش بحب الكل؟ يعني هاي بتصير something loves ايش everyone او everything، something loves everything. هاي هيك انا بحاول بفهم لما يمكن في عندي مالتيبل كوانتيفايرز، يعني هاي باختصار هاي معناها انه انا بروح باخذ كل الناس بطلع كل واحد وبقول ما يعني انك انت بتحب كل واحد، بساله بتحب حدا؟ اه بحب حدا، اه ممنوع الك واحد بحبش ولا واحد، يعني هاي الجمله وين بتكون خطا؟ لما بلك واحد بحبش ولا واحد، بحبش ولا حدا. هلا هاي الجملة شو معناها؟ انه في واحد بحب كل الناس. ايه متأسف. في واحد من الناس بحب كل الناس. واحد جوز احنا مليون واحد، بس لازم معناها الجملة انه فيه شخص معين مثلا بحب، بس كده بحب الكل. فهاي الجملة وين بتكون غلط؟ اذا في واحد بحبش كل الناس. بس اذا في واحد بحب بعض الناس مش ملهاش علاقه، هاي الجمله بتكون خطا لما ملكاش ولا واحد بحب حدا. طيب هاي الجمله شو معناها؟ صارت هاي صارت عندي واي بلشت اول تختلف؟ طبعا بتختلف. وهاي x loves y، ف x loves y هاي شو بتصير؟ everything is love، يعني عشان انتو
تفهموها أقول لكم كيف، حاول إنك تضبط هاي طبعاً بالقراءة، مش غيرها بس أنا بقول لك بالقراءة، خيالها إنها love by واعكسها x، يعني y loved by x أو x loves y مش نفسها. هلا بتزبط معك تقراها، شو بتقراها؟ كل واحد is loved by somebody، كل everything is loved by something، يعني كل واحد فينا محبوب من قبل شخص معين. إذا ما أنت بتجمل يكون غلط، إذا في واحد فينا ما حدش بحبه من مرة ولا واحد طبعا، ولا نفسه، لأن الX والY هون ما قلتش إنها X لا تساوي Y، ما قلتش، فمعناته ممكن تقولوا مصطفى بحب حاله، واضح؟ طيب هاي طبعا إذا في أسئلة وقفوا اسألوني، قولوا لي عيدها إذا في شيء مش مفهوم. هاي شو بتقول؟ Y love X، مزبوط؟ في حدا بحب بيساويها هاي أو كل شيء هي هاي؟ For all X, for all Y, there exists X, Y loves X. طيب الترتيب مزبوط، في البداية في البداية، ولوين ولا هاي شو بتعني؟ أو هاي هي نفسها إيش؟ هاي نفسها، بس عارفين شو يعني؟ هانا لو حطيت هون Y وهون X تختلف، ما هو Y متغير، هو X متغير، فيش مشكلة، مزبوط؟ واضح لحد الآن؟ طيب إذا في حدا بده يسأل كمان يسأل. طيب نيجي لهاي، هاي شو بتقول؟ بتبلش برضو باي، واي هون الثاني، معناته اقرأها بالقراءة، اقرأها لفظ باي. طبعا ما بقولكيش غيرها، أنا بقول لك اقرأها هذا لتفهمها، يعني إيه؟ إنه بتفهمها بتقول واي إكس، يعني Y loved by X. شو بتصير؟ شو بتصير؟ There exist. There exist Y. يعني في حدا محبوب من قبل كل الناس. في حدا محبوب من قبل كل الناس. There exist somebody loved by everyone. ماشي؟ طيب. دكتور مش نفسها الثانية. بعد X. نفسها الثانية هذا بعد X كل Y هاي قصدك؟ آه هاي، هل هاي نفسها؟ بس غيرنا متغيرات. خلينا نفهم. لا طبعا. لا 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 مش نفس هذا. لو غيرت متغيرات جوا الكويس هاي في واحد بحب كل الناس، في واحد شو بيساوي؟ بحب كل الموجودين. نفترض احنا 45 واحد، في واحد فينا من 45 بحب كل الموجودين. هاي في واحد محبوب من 45، لاحظ؟ طيب هاي For all X, there exists Y, و X loves Y. لحد هون، لحد هون هي نفسها، مزبوط؟ إنه everything loves something أو everyone loves somebody, but not himself أو herself. ليش؟ لأنه في X لا تساوي Y. لو في، لو إني ما قلتش X لا تساوي Y، معناته الجملة صح، ممكن الواحد بحب حاله، مزبوط؟ فلازم أقول يعني إذا ما حطيتش X لا تساوي Y معناها مسموح للواحد يحب حاله. ماشي؟ إذا في أسئلة يسأل. طيب هاي شو بتقول؟
هاي معناها كل واحد بحب كل الناس، وهاي معناها بعض الناس بحب بعض الناس. يعني هاي وين الجملة بتبقى غلط؟ إذا في واحد بحبش كل الناس. لاحظوا إنه بس المقصود فيها هون مش إني نقرأها، بعرف إنكم تعرفوا تقرأوها، بس لاحظوا إنه إذا عندي for all x و for all y فيش داعي أكرر for all هاي، بكتبها كيف خلاص for all x كما y أو there exist x كما y. ماشي؟ طيب نأخذ العكس. Everyone loves all movies. أو كل شخص يحب كل الأفلام. Everyone for all x خلينا نحطها B تنتمي لبيرسون، فبديش أكتب يعني all movies و love إيش و loves B M صح؟ طيب بعض الناس يحبون بعض الأفلام، بعض يعني there exist X, there exist B, there exist M، وإنه love يجي من B ل M. هذول سهلة. طيب نيجي لهاي، فيلم يحبه كل الناس. There is a movie that everyone loves. There is a movie يحبه كل الناس. There is for all people who love me. خليني اكتبها loved by لام بي. يعني شو بتصير هاي؟ كيف هاي؟ ام loved by B. بس ايش؟ there exists a movie loved by all people. واضح؟ طيب بعض الناس يحب كل الافلام، سهلة. بعض الناس there exist بعض الناس كل الافلام plus B كما أم. ماشي؟ طيب everyone loves some movies. كل شخص يحب بعض الأفلام. شو بتصير؟ for all X أو B some movies. There exist some movies. Love B M. Is good. طيب آخر إشي، كل فيلم له بعض المحبين. كيف طيب هاي؟ كل فيلم في حدا بحب يسويها؟ أسويها. يلا. منحط إشارة السام. خلينا أول شيء في فيلم. منحط إشارة فيلم. يعني تخيل عنا 100 فيلم. كلهم 100 فيلم. في واحد بحبهم جميعاً. كل فيلم له بعض المحبين. لا غلطت. كل فيلم له بعض المحبين. هم أول شيء. يعني كل واحد من 100 كم واحد بحبه؟ All movies. مش كل الناس، مش شرط كل الناس بحبه، بس إيه على الأقل واحد بحبه. تمام. كل فيلم له بعض المحبين. يب. نحط إشارة الجميع. All am. Some. أيوة. Be. Loves. نحط. لا. أنا أول شيء بدك تحط هلا M. M. بعديها B. هاي شو بدك هو؟ loves لا بي بعدين ام loved by
loved by. Loved by. Loved by. واضح؟ في حد عنده أي سؤال؟ إيه التالتة ليش حطينا loved مش loves المكتوب؟ كل فيلم يحبه بعض الناس. طب كيف بدي أعبر عنها؟ يعني يوجد فيلم، يعني أنا مضطر أحط أم في البداية. هلا إذا أم، شو علاقة أم في بي؟ محبوبة بالنسبة لها. محبوبة مني. في حدا بيشربش على